كانت متجوزة وكانت على خلاف مع جوزها جامد جدا، وبعدين هي راحت عند باباها فقعدوا يقنعوا فيها روحي حبيبتي عشان ولادك معاه ولادين صغيرين، فهي ما كانتش عايزة ترجع، هو كان مزهقها جدا وكان بيشرب وبيبهدلها وتعبها وزهقها آخر زهق. فبعدين قالت لك هددتهم، فراحت جايبة برشامة وواخداها، قالت لك هيلحقوني مثلا ويعملوا لي غسيل وكده وبعد كده هيطلقوني ومش هرجع له تاني، بس الموضوع خانها وماتت قبل ما توصل البيت. وطبعا راحت المستشفى وكده، وبعد ما ماتت وكده احنا دخلنا عليها، انا قلت مثلا هلاقيها تعبانة وربنا غضبان عليها وكده، بس انا لقيتها زي الملاك النايم، وشها ابيض وجميل وكويسة وما فيهاش اي حاجة. بس انا عايز اعرف كده كده ربنا هيغفر لها بحق حرقة قلوبنا كلنا عليها كده هقول لك. حاضر، اهدي يا مهر، اهدي يا حبيبتي، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اهدي. هدي بالك، ربنا يرحمها برحمته، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تعرفيش احنا عيلتنا عامله ازاي، كلنا قلقانين من غضب ربنا. هدي بالك، هقول لك. طيب انا اهدي يا مهر، اهدي يا حبيبتي، اسمعي مولانا. هدي بالك، بصي يا استاذه مهر، استاذه مهر، في بنفرق ما بين الفعل وما بين وصف الفاعل نفسه. الفعل اللي عملته الله يرحمها، وهو بنقول الله يرحمها، واللي انا بطلب من حضرتك ان انت تطلب الرحمه ليها وتدعي الله سبحانه وتعالى ان هو يرحمها وهي ذهبت الى كريم. قد يكون اللي عملته ده انفعال في لحظه، ستحاسب على هذا الضعف في هذه اللحظه، لكن احسبها ان شاء الله اذا دعيتي ليها وطلبتي من الله سبحانه وتعالى ان هو يقبلها، ان شاء الله ربنا يغفر لها. انا بس عايز اقول لك، معلش ممكن اقول حاجه بعد اذنك؟ انا اسفه اني بقطع حضرتك. أتفضل. مش هو ليس على المريض حرج؟ ما هي ممكن تبقى دخلت في مرحله اكتئاب رهيبه، ما هو ده جننها. استاذه ايمان، ما هو ده اللي انا قلته. انا قلت لها ان انا مش عارف هي ايه اللي حصل لها، يعني لو وصلت الى لحظه الاكتئاب التي هي فقدت معاه مسؤوليتها عن افعالها، خلاص هي ليست اثمه ولن تدخل في العقاب اللي هو دي للمنتحر، ان هو سيظل يجأ نفسه بتلك الحديده التي قتل نفسه. بس على فكره ده مش معناه ان هو يخلد، يعني ما اذا كان مسلما ان شاء الله حضره النبي يتشفع له، ان شاء الله يكون من اهل الجنه. فلذلك انا بقول لحضرتك لو سمحتي اعملي اعمال صالحه وقولي اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح هذا لفلانه، اللي هي ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر لها. لكن انا بقول اهو عشان بس كمان الناس ما تستهونش بمساله الانتحار طبعاً. يا استاذ ايمان، بس المساله ببساطه خالص، احنا بنقول ان هذا فعل لا يرضي الله، لكن ليس معناه ان هو الشخص دوت يمنع من رحمه ربنا. ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى الرحمه. امين يا رب العالمين، امين.